السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قناة قمر مصر لتعليم أي حاجة مفيدة. القناة دي فيها تعلم اللغات، من اللغة الإنجليزية ازاي تتعلم النطق pronounce English correctly، ودي فيديوهات أنا عملتها، وفي فيديوهات طبعا مشهورة جدا. فيها برضو هندسة كهربية، أنا طالب في الهندسة الكهربية يعني، فده سلسلة من التعليمات مادة Logic Gates. وفي برضو في نفس قناة أخرى يعني تبع القناة يعني فروع منها تعلم قواعد اللغة الإنجليزية بفهم وعربي، وفي Math، وفي Learn All English Basics بالشرح بالإنجليش يعني، وفي Daily Life Conversation English Conversation. أوكي، النهاردة أنا حابب إن أنا أكلم حاجة مهمة جدا، إنك لو تشتري مايكروفون بتلاقي صوت ضوضاء كده، وممكن يكون مايك نظيف وكل حاجة، بس الإعدادات اللي أنت عملتها للمايكروفون بتاعك مش صحيحة على الكمبيوتر. بتكلم أنا على الكمبيوتر أو الحاسوب. تعال نشوف إزاي نظبط المايك بتاعنا علشان نعمل أحسن جودة صوت. المايك اللي أنا بستخدمه هو مش مايك يعني سبيشال يعني، ده مايك عادي بتاع كمبيوتر يعني. أوكي، أول حاجة أنا بتكلم عن ويندوز 7، وده Realtek HD Audio Manager. خش عليه، هنلاقي كلمة Realtek HD Audio Manager، نضغط على Microphone، ودي أهم حاجة، أهم حاجة الشاشة دي. Noise Suppression to reduce the static background noise when recording. يعني بتيجي تسجل أي حاجة زي ما عمل دلوقتي، لو في أي صوت هوا مثلا أو صوت ضوضاء ناس بتتكلم كده، على قدر الإمكان طالما مش قريب منك أو على مسافة يعني فصوته مش هيطلع. وتاني حاجة وده أهم حاجة أعتقد حتى في المايك اللي هو البروفيشنال، هو اسمه Directional Recording، وهو إنه إنك تحط المايك بصورة أفقية مثلا أو رأسية بالنسبة لاتجاه الكلام بتاعك. يعني مثلا زي إنك بتتكلم وإنت بص على أو تنظر إلى الشاشة، تضع الميكروفون بتاعك على الجاكيت بتاعك، اوكي، في نفس اتجاه الكلام او نفس اتجاه النظر للشاشة، فبالتالي اي صوت بجانب المايك مش هيظهر، لن يظهر، وفقط صوتك فقط هو اللي هيظهر. وحتى لو ظهر صوت مش هيبقى واضح لدرجة ان الناس اللي تسمعك في الفيديو يعني. وفي حاجة مهمة جدا برضو، انك لو بتتكلم واحد مثلا على سكايب على اي شيء، في حاجة اسمها Acoustic Echo Cancellation. The function will become valid starting from the next recording. لو دوست عليها أي صوت، لو أنت بتسمع أغنية مثلا من السماعات أو كده وعايز تكلم واحد في نفس الوقت مثلا، أو عايز تسجل كلام الشخص وهو بيقول حاجة، فالميزة دي لو في أي صوت طالع من السماعات خاص بالكمبيوتر بتاعك مش هتدخل المايك، حتى لو قربت المايك جوه السماعة مش هياخد الصوت، لان هي عامله زي frequencies بيعتمد على التردد. عارف ان التردد بتاع السماعات بيبقى من رينج كذا لكذا، هو بيحذف الرينج ده، فبالتالي انت بتسمع هوا كده كده. فطبعا دي مهمه جدا، بس لو حبيت انك تسجل اي حد او تسجل اي حاجه عن طريق السماعات مش تعرف لو شغلت هذه الخاصيه او فعلت هذه الخاصيه. اوكي، فدول اهم ثلاث حاجات. في حاجه برضو انا حابب اقولها، ما تخليش المايك ليفت او رايت، خلي بالانس مفيش مشكله. في حاجه اسمها بلاي باك فوليوم، ودي اعمل لها اكس. ليه؟ لانك لو شغلتها هتسمع صوتك في ايكو، يعني صوتك هيروح ويجي تاني، سيذهب ويعود اليك مره اخرى. فعشان تتجنب الصوت اللي طالع من السماعات او انك تسمع صوتك مره اخرى، الغي دي، دوس اكس. في حاجه مهمه جدا 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 اسمها مايكروفون بوست. طبعا اللي هي دي انت بتعملها لو الميكروفون بتاعك صوته واطي او صوته ضعيف جدا، فكل ما تفعله هو انك بتعمل بوست او بوستنج، هو انك بتكبر الصوت. فطبعا الاشاره لما تيجي تكبر الصوت حسب عمليه التكبير، كل ما بتكبر الاشاره كل ما النويز بتاعتها توضح، كل ما النويز بتاعتها توضح. يعني لو فيها وش صغير جدا بالراحه كده، لما تيجي تكبر الاشاره الصوت الخفيف ده هتسمعه حاجه كبيره جدا. فبالتالي لا انصح به تفعيل هذه الخاصيه، الا
اذا كان المايك بتاعك الخاص بك يعني ما بيعملش ضوضاء اساسا، فبالتالي تكبير الصوت بهذه الخاصية هيجعل المايك اكثر وضوحا واكثر استماعا يعني او نقاء. فبالتالي اي مايك، معظم المايك اللي بيتركب على الكمبيوترز او الحاسبات بيكون فيه نسبة ضوضاء نوعا ما، فلما بتخليها ديسيبل يعني زيرو ده يكون افضل. انا جربت كل الاعدادات، فلقيت ان ده افضل اعداد ممكن تستخدمه بالنسبة لاعداد المايك بتاعك. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو، ارجو ان يكون افادكم بشيء. انا يعني صراحة من اكتر الناس اللي عانت في تسجيل فيديوهات خاص بها يعني بسبب الضوضاء، اي حد يتكلم ماشي هنا الهواء، اي صوت برا خارج الشارع، اي حاجة. فصراحة الفيديو ده ان شاء الله هيفيدكم انتو كمان علشان تعملوا فيديوهاتكم بطريقة احترافية بدون شراء مايكروفونز غالي لا تستطيعون يعني ان توفروها. شكرا لكم مرة اخرى، اراكم في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.